يقول هل هناك فرقة تسمى بالمدخلية؟ هذه مثل الوهابية، هل يوجد فرقة اسمها وهابية؟ إنما قال ذلك بعد أن قدم اسم الوهابية على أهل السنة والجماعة، وافترق من انتسب إلى الوهابية متأثرا بالإخوان المسلمين وبالسرورية، إلى أن صاروا الذين يفترقون عن الإخوان المسلمين وعن السرورية وافترقوا ويميلون إلى السرورية وإلى الإخوان المسلمين، أصبحوا يميزون أهل السنة الخلص بمثل هذه الأمور. فأحيانا يقولون جامية وأحيانا يقولون مدخلية، لكن لا يستطيعون أن يقولوا بازية، لا يستطيعون أن يقولوا فوزانية، لا يستطيعون أن يقولوا ألبانية، لا يستطيع أن يقولوا عثيمانية. لما؟ لأن هؤلاء العلماء والمشايخ الكبار اتفق عليهم الجميع مع العلم أن أهل السنة والجماعة الخلص لا يخرجون عن أقوال هؤلاء العلماء، بل يستدلون بهم، بل هم أكثر من يستدل بأقوال هؤلاء المشايخ الكبار والعلماء الكبار الأئمة، شيخ ابن باز، شيخ العثيمين، شيخ الفوزان، شيخ الألباني وغير ذلك من هؤلاء. لكن أول أمرهم كان الجامية، بالنسبة إلى الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله رحمة واسعة، وأثنى عليه الجميع، أثنى عليه الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن الفوزان وغيره، بل شيخنا الشيخ الفوزان يقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة إن كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول، رد عليه ردا بليغا. فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم. الشريط يا أخوان الذي نبه عليه الشيخ بوجود مركز الداعي والإرشاد بالطائف. نعم، هذا شريط قيم جدا، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي ونصر به الإسلام والمسلمين، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي ونصر به الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يلمز من يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله بالجامي؟ إيه؟ جامي؟ يا حبذا، هل جامي هذا اللي يأمر بالسمع والطاعة ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا حبذا، هل جامي هذا؟ نعم، هذا قاله الرسول، ما هو بالجامي، الرسول قاله وأمر به، الله قبل الرسول أمر به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما هو بالجامي، الله أمر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به الله ورسوله، ما هو بالجامي اللي أمر به. هذا مثل اللي يقول اللي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك هذا وهابي، لا تطيعوا، هذا مذهب خامس، هذا وهابي. يا حبذا ذا الوهابي الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، سمه ما شئت. وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، وكانت الجامعة الإسلامية حينئذ برئاسة الشيخ ابن باز، بل وكان يدرس في المسجد النبوي. ومن هو الشيخ محمد الجامي؟ محمد الجامي هو أخونا وزميلنا، تخرج من هذه الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما علمنا عليه إلا خيرا. وليس هناك جماعة تسمى بالجامي، هذا من الافتراء ومن التشويه، هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. رحمه الله رحمة واسعة. لكن قالوا ذلك مع وقفة الشيخ محمد بن أمان لما وقف للسرورية والإخوان في أيام حرب الخليج وأيام غزو العراق واستعانة المملكة السعودية بالأمريكان لصد عدوان صدام حسين حينئذ، فلما وقف للإخوان ورد عليهم في ذلك، وأيضا رد عليهم في مسائل الحاكمية، فاستشاطوا منه غيظا، وبالتالي مع طلاب هذا الشيخ، مع قرب اسم جامي والجامية من لقب الفرقة الكفرية الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، فألصقوا هذه الاسم لأهل السنة والجماعة، مع العلم أن الشيخ محمد بن أمان الجامي ما خرج قدر أنملة عما يقوله الشيخ ابن باز، ولا عما يقوله الشيخ ابن عثيمين، ولا عما يقوله الشيخ الفوزان، ولا عما يقوله الشيخ الألباني، ولا عما يقوله أئمة هذا الزمن. لكن لأن هؤلاء لهم ثقل وقدر عند الأمة بخلاف الشيخ محمد بن أمان الجامي، لا يعرفه الكثير من الناس بل طلاب العلم خاصة، فنسبوا ذلك إليه.
ثم بعد ذلك نسبوا أهل السنة والجماعة إلى بعض تلامذة هؤلاء وهو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، مع العلم أن المدخلية هي قبيلة في جنوب السعودية، المدخلية في عسير وفي هذه البلاد جنوب المملكة، واضح. ولذلك هناك في السعودية لا يقولون مدخلية لأنهم يعلمون أن هذه قبيلة، لكن يقولون الجامية، بخلاف المصريين ما أي شيء، لكن الله مستعان يعني. وهذه من عادة أهل البدع كما قال أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي في عقيدتهما: وعلامة أهل البدعة الوقوع في أهل السنة والجماعة وتسميتهم بأسماء أو بألقاب منفرة، أو كما قال رحمهم الله. ومن ذلك ما كانوا يقولون، فكانوا يقولون قبل ذلك حشوية، مجسمة، تيمية، وهابية، جامية، مدخلية، والآن الأسماء كثرت، مدجنة، أصبحوا يقولون إيه مصعفقة وعصفقة، والله ما أدري يعني هذه الأسماء من أين أتوا بها، والله ما أدري. قال الله وسماكم المسلمين وكلنا مسلمون. وأما اسم أهل السنة والجماعة فهذا تمييز عن أهل الباطل، أهل السنة المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين لا يخرجون عن الجماعة قدر أنملة، فهم مع جماعة المسلمين لا جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق أو حزب من الأحزاب أبدا أبدا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من طاعة وفارق الجماعة فمات فمات ميتة جاهلية. ولهذا علينا المتمسكين بالسنة ومع جماعة المسلمين لا نخرج عن جماعة المسلمين، ولهذا سموا أهل السنة. ورد عن ابن عباس في بعض الآثار وإن كان في سندها مقال في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، لكن يسمونها كذا كذا كذا. ثم لكل حزب وطريقة أصول، فما هي أصول هؤلاء الذين ينصحون الناس ويأمرون الناس بعدم الثورات والمظاهرات على الحكام المسلمين؟ هذا لم يقله هؤلاء ولم يتفردوا بهذا، بل هذا ورد فيه آيات من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون؟ بطاعة ولي الأمر، هذا أيضا فيه من القرآن ومن السنة. أما الطاعة المطلقة التي يلصقونها إلى أهل السنة والجماعة فغير صحيح، فكم من حاكم أو من حكومة أو من دولة يبيحون التعامل الربوي مع البنوك، فهل وجدنا رجلا واحدا ينتسب إلى أهل السنة والجماعة يبيح ذلك؟ بعض البلاد فيها بيع الخمور، هل وجدنا رجلا واحدا يبيح ذلك؟ بعض البلاد فيها حفلات موسيقية وغير ذلك ومعازف، هل وجدنا رجلا واحدا منتسب إلى أهل السنة والجماعة يبيح ذلك؟ إذن فليست الطاعة لأولياء أمور المسلمين وحكامهم طاعة مطلقة، بل طاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، بخلاف ما عليه غالب المسلمين وللأسف الشديد في هذا الوقت، إما متأسسين ومنظمين وإما متعاطفين. أما التأسيس والتنظيم فهؤلاء كثر أصبحوا مع الإخوان المسلمين ومع السرورية ومع الجهاديين ومع الحركيين ومع هؤلاء جميعا، وهؤلاء كلهم تفرقوا وتشرذموا. فما يسمى بالقاعدة وما يسمى بالحركة الإسلامية وما يسمى بالجهادية وما يسمى بالقطبية وما يسمى بتحرير سيناء وما يسمى بأنصار بيت المقدس، ما يسمى بحركة حماس، ما يسمى بداعش، ما يسمى، كل هؤلاء تشرذموا، وبعضهم يكفر بعض. لمن لم يعلم، أيام ما كانت داعش منتشرة كان بعض هذه الفرق يكفر بعضها بعض، وكان يكفر الظهري أبا بكر البغدادي، وأبو بكر البغدادي يكفر ما أدري من، ومن يكفر من، أصبحت فوضى، واضح. هذا بالنسبة لهم. وأما المتعاطفون فالمتعاطفون من باب أنهم يحبون دنيا، فلا يحبون أن يضيق عليهم اقتصاديا، لا يحبون أن يضيق عليهم في غلو الأسعار، وبالتالي يستقطبهم هؤلاء إلى الهجوم على حكام المسلمين.
فعندما نقول لهم اصبروا واحتسبوا وأدوا ما عليكم والحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لا تنابذوهم بالسيوف، لا تقاتلوهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا لا تفعلوا، قالوا أنتم وأنتم وأنتم. فمن الذي يقول سنة المعبد، والذي يقول أحذية الطواغيت، والذي يقول علماء السلاطين، والذي يقول بلاط السلاطين، وغير ذلك من هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبفضل الله لا ترد أهل السنة عن الحق والقول والصدع به. لكن هؤلاء ما ضلوا إلا أنفسهم ومن تبعهم للأسف الشديد، وسيأتي يوم يعلمون فيه الحق إن شاء الله عز وجل، والله المستعان. ما هي الجامية التي يذكرونها ويطرحونها؟ لا نعرف الجامية، هذا اسم ابتكروه هم ولا نعرفه، إن كان منسوبا إلى أخينا محمد أمان الجامي فنحن نعرفه، عالم داعية إلى الله، ما عرفنا عليه إلا منه إلا الحق، وما جربنا منه إلا الخير، ولكن أنتم تعرفون أن هناك من يخترع الألقاب السيئة لينفر من الحق، وهذا لا يضر إلا نفسه. الدين منصور وأهل الدين منصورون، والذي يتخلف عنهم أو يذمهم هذا يضر نفسه فقط ولا يضر أهل الخير أبدا. نعم.